لن أتحدث إلا عند مجيء الجميع. هل من مشاهدين؟ هل أتيتم جميعا؟ نعم، أرى قلوبا هنا، أرى لايكات. لقد كان أسبوعا حافلا، كان أسبوعا عسيرا. لقد كافحنا كثيرا من أجل هذه اللحظة. نعم، وحان الآن وقت الحفل. حانت ساعة الحقيقة، لابد أن نحتفل. حانت لحظة الحقيقة. بس شكرا شكرا دنيا، شكرا باسل، محمد عبد الله، بسمة، جودي، شكرا جميعا. الفرحة حلوة يا ولاد، والله يا ولاد أنا ما اتحرمش منكم أبدا. يا سلام. اسمها ايه القناة؟ اسمها انجت، اي ان جي اي دي اس، اي ان جي اي دي اس، قناة لتعليم اللغة الإنجليزية حاليا للأطفال، وهنطور فيها إن شاء الله ونخلي فيها مستويات أكبر إن شاء الله. منار، شكرا منار. هدوشة، شكرا شكرا مرة، thank you so much. محمد الطنطاوي حبيبي، داليا سالم، شكرا. استاذ عبير الشفراوي، شكرا. باسل حبيبي، يلا يا بنات، اهلا لوكا، وكمان لوكا. العيله كلها مبسوطه. وبعدين بنحب نشكر الناس اللي وقفت جنبنا، في ناس وقفت جنبنا جامد جدا، هم عارفين نفسهم. احمد ابراهيم حبيبي، شكرا. احنا مبسوطين يا ولاد. نعم، مبروك يا مستر، شكرا شكرا، ثانك يو سو ماتش. ايوه الراحه بهدوء. والله رفعت راسي يا ولاد وسط اليوتيوبرز والناس بتوع الفيسبوك، رفعت راسي يا ولاد. الحلوين ربنا يفرحكم، شكرا. مش انا قلت لكم اعمل حفله؟ مبروك يا مستر حبيبي. رحاب، شكرا شكرا استاذه رحاب. رضوى، شكرا رضوى. مبسوطه؟ مبسوطه يا بيضه؟ بابا عنده 1000 على اليوتيوب. دي البداية يا جماعة، ايه دي البداية، دي البداية ان شاء الله، ومش هتكون النهاية يعني ان شاء الله. هو 1000 مشترك الاولين دول بيكونوا صعبين قوي، فالحمد لله يعني. السيد محمد، شكرا شكرا، الف مبروك. لو نعرف نزغرت نزغرت لكم احنا. زغرت يا شن؟ ما بعرفش زغرت يا بليك. قولي 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 كده، قولي. لا طيب، قبل حفلة المليون، يا لهوي مليون، ده انا نط من البلكونة لو في مليون. معلش اسم القناة تاني، انجدز، اي ان جي اي دي اس، اي ان جي، اتكتبت اهو ليك يا عمر تحت اهو، مدام اسمك كتبتها لك اهو. يلا يلا نشغل كمان، نحتفل يا اولاد، نحتفل يا اولاد، الفرحة حلوة يا اولاد، الفرحة حلوة. آه عليك يا مصر. أيوة حسن، شو بتقول؟
اه ايه اقف هنا كده اهو يلا مهرجانات بس ماليش في المهرجانات حسن ساكوش وكده يا توقف حسب الاطواع خلي بالكم من الصبح آه ما شاء الله الله مبارك شكرا على الدعاء والله يا جماعه انا مبسوط جدا والرقم كان واقف على 999 وكان هيجيب لنا يعني كان هينزل لنا القولون او حاجات من دي بسبب المشترك ده فالمشترك الوحيد ده انا عايز ابوس دماغه فمش عارف هو مين كنت عايز اعمل له الجايزه لو اعرف اسمه منى حسن فتحي فين؟ منى مش معانا خالص منى بتفرح على صفحتها حسن جيلاني منور غالي انت والامارات حبيبي 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 انا عايزكم بقى تدخلوا على القناه يا جماعه وانا كنت قايل لكم مش هطلب منكم طلبات ثانيه سنة طماع سيكا ها ادخلوا بقى وافتحوا الفيديوز عشان نحقق الشرط الثاني اللي هم ال 4000 ساعه وحاولوا يعني تستفيدوا انتوا اولادكم المليون سهله وبتتجاب قريب انت بس مستر كل يوم ولو يومين او نعمل زي هاشتاج كل يوم معلومه خفيفه نصايح نقط تكون اشتراكات كتير شكرا احمد يا حلاوه حبيبي شكرا شكرا هنعمل ان شاء الله والله سلام للبنات شكرا مس نهال دنيا ربنا يبارك في اولاد حضرتك ربنا يسعدكم دايما الف شكر يا جماعه شك على المشاعر الطيبه شك على الدعم انا معاكم دايما برضه زي ما دعمتوني انا معاكم مش هسيبكم لازم تذبح يا مستر هذبح هذبح احنا عندنا كتكوتين ممكن نضحي بيهم بالتوفيق يا مستر ان شاء الله شكرا اشرف استاذ اشرف بابا جودي شكرا بابا جودي متشكر جدا على كل الناس اللي دعمتنا والناس اللي كانت في ظهرنا يا جدعان الناس يعني بصراحه حسسوني ان هم اللي في الوضع هم اللي القناه بتاعتهم هم وهي القناه ليكم يا جماعه قناه ليكم والله يا مليك انصرفوا بقى انصرف جايزه المشترك جايزه المشترك الالف تكسب بطانيه لا هيكسب ايس كاب هيشتري ايس كاب يكسب ايس كاب يس جنى هي جنى تعال تعال ما تعيط تعال نجيب لك ميه روح هات لها ميه وتعال تعال تعال ما تعيطش تعال تعال انت فين تعالش بقى عشان شوف 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 بيشوفوك ازاي تعيطش ايوه انت فرحان عشان ساق دوماني اخد اللي مش عارف انا والله ما اعرف الاسماء ولا عارف الحاجات دي يا احمد حلاوه والله العظيم عقبال المليون يا مبدع محمد عبد الغني يا اللهم امين يا حبيبي دعواتكم مصطفى محمود حبيبه مصطفى حبيبي مامة يوسف شكرا شكرا مامة يوسف اللهم امين هو داخل مشترك يا مستر اسامه جوز حضرتك على مصر من فوق مبروك يا مستر بالتوفيق شكرا شكرا استاذ شيرين الف شكر على فكره نوقف في الاحتفالات عشان ساديو اخذ جايزه احسن لعبه في فكره من انا مش عارف في الكوره والله حلاوه وهبه شكل وحش قدام الجمهور بالتوفيق كبير شكرا حسام باكر محمد المبارك ونورك يا مستر حبيبي يا مبارك اعمل حساب اسيل محمد مبارك هتكون عندك السنه الجايه حبيبي يا محمد بنت اخويا يا محمد بنت اخويا والله احنا عنينا لها يوم حاسب حاسب دي هتعملي بيها ايه دي؟ خدي يا بنتي بدل ما تخبطنا ليه؟ نرجع تاني ونقول ان دي البدايه ان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله القناه دي هتعجبكم جدا وانا مستبشر خير ان هي هتكون نقله في تعليم اللغه الانجليزيه حاليا بادئين بالطفل لو دخلت عليها هتلاقي الاسلوب العرض جديد وسهل وبسيط اي ولي امر هيقدر يعلم ابنه اي طفل هيمسك القناه هيتعلم من خلالها شكرا ماذا سلامه شكرا يا دكتور فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنعمل حاجات للكبار بس انا واخدها واحده واحده كده انا بحب اركز في كل حاجه واديها حقها بعد ما اطمن ان الاطفال يقدروا يتعلموا من خلال القناه دي تماما هبدا ادخل على الكبار بعون الله ومش هخلي حد في مصر نفسه يتعلم انجليزي لما يتعلمه ان شاء الله من القناه دي
بس همتكم معايا يا جماعه ان شاء الله، يعني عرف الناس على القناه، شير من فيديوهاتها، خليك انت يعني في ظهري. الف مبروك سان رايز، شكرا. اخبارك يا مستر؟ ربنا يوفقك يا رب، تستاهل كل خير. ايه في ايه يا حبيبي تعمل كده ليه؟ عايز تنام؟ وديها لمامي يا حبيبتي تنيم. يلا وديها لمام. يلا باي باي باي. امل حياتي شكرا يا امل. بسمة الديب بتبانش المنى، تعال نتفق يودينا فين؟ هوديكوا فين؟ هوديكوا بصي ارض المحلج، هنا فيها ملاهي حلوه قوي حلوه قوي، اللعبه بخمسة جنيه. هوديكوا فيها. يا ست الكل فينك؟ راضوا كمان بتمنشنك يا منى. رد على الناس يا منى والنبي، يا رد على الناس. اخد بق ميه بسم الله. بنقول تاني يا جدعان، انا متشكر جدا، وانا كنت واثق في الفوز، انا كنت واثق فيكم والله، انا كنت بعمل القناه ومتاكد ان انتوا هتدعموني وفي ظهري. ولو ان الدعم يعني كان من يعني كنت متخيل انه يكون على نطاق اوسع. انا عندي الوف كتير على صفحه الفيسبوك، بس ما لقيتش التفاعل اللي انا كان نفسي فيه. انا لقيت التفاعل بسيط، فانا مش عارف الالوف دي هل متفرجه فقط او داخله بتاخد العلم فقط او ما بيتفرجوش اصلا على اللي احنا بنقدمه، فمش عارف. دي حاجه برضو بتزعل الواحد. دايما انا بحب مبدا اللي هو القله الفاعله ده، انا ما بحبوش. انا بحبك لما تكون على صفحتي، يعني اعتبرني صديق واخ، فليه يكون عندي كذا الف وفي الاخر ما بلاقيش التفاعل الا من الف واحد؟ هو فعلا الالف ده هو اللي معايا على طول، الالف ده هو اللي لما بطلع فيديو بلاقي الالف على طول. فمش عارف بقى، لازم تعيدوا حساباتكم شويه يا حبايبي اللي على صفحتي. انا بقدم لك كل الخير، وانا هنا علشان اكون مفيد. فالحاجات دي لما انت بتساعدني في حاجه يعني بتشجعني ان انا استمر. اروح عليها، اللهم بارك، مسكره قوي، ربنا يخليك يا رضوى والله. وعشان القناه بقت 1000 مش بتردوا علينا، الشهره بتغير الناس كده. تحس ان مجانا اتغيرت، انا حاسس كده، انا حاسس انها اتغيرت. مالكه جيتي تاني مش هتنامي؟ طيب قولي ازيكم يا كابتن. طب بصوا يا جماعه، مالكه عندها فقره عايزه تعملها. يلا مالكه نغني الاغنيه بتاعت ايه؟ يا ستار يا ستار انا عيني منك استهك النكروس نظرتني بالترتيب نفسك سيب وهداني واسمع صريك يطمع عيني خدت بالي وتوت من الصاروخ بننسى روحها بنسى روحي اسمي وكياني هي دي مش خطير. دي موهبه يا جماعه برضو، مستر حسن بيخلف مواهب الحمد لله. دي موهبه عايزه تتشجع، بالتوفيق يا مستر. طبعا منى دخلت ارض المحلج، الغل دي ارض المحلج دي جميله، ده وعملوا كافيتيريا اسمها كازوزه جنبها دلوقتي، جميله قوي والله. بالتوفيق يا مستر، ربنا معاك، وشكرا. شكرا يا نانسي، اشكرك. قنبلة غرور رضوى. طيب يا جماعة، يعني ايه، انا حبيت اطلع افرحكم معايا علشان انا فرحان. انا كنت لسه داخل من الشغل وكان الرقم 999، ويا دوب لسه هعمل اي حاجة كده في البيت، لقيت الالف، فقلت ايه اطلع اتبسط معاكم. رضوى دي فويس كيدز، هنوديها امال ايه، طالعة على الباب تتكلم على القصة. ربنا يبارك فيكم والف شكر، ومستنين مزيد من الدعم، وان شاء الله تسمعوا عننا كل خير، وتكون سنه سعيده علينا وعليكم جميعا، واشوفكم على خير بسم الله ما شاء الله. شكرا يا سنايز، قولوا يلا باي باي. باي باي. فين مليكة؟ قولي باي، تعالي يا لولو. انا لقيته على السكه. قولي باي باي، بحبكم احبكم، اديهم بوسه، قول لهم اي لاف يو، اي لاف يو تو، باي باي. يلا سلام عليكم يا جماعه، اشوفكم على خير. شكرا يا ماما يوسف، شكرا.